استعرضت شركات الطيران الإماراتية المشاركة بمعرض دبي للطيران 2017 خلال دورة هذا العام ومنذ انطلاقه وحتى يومه الرابع الفرص الاستثمارية أمام رواد صناعة الطيران، كما وأبرمت كبريات الشركات المحلية عقود شراكة مع شركات رائدة في مجال تصنيع معدات الطائرات الأصلية على مستوى العالم. تتمثل رؤيتها في أن تكون الشركات الرائدة في قطاع تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة. كشفت كاليدوس الإماراتية عن طائرتها الهجومية الخفيفة متعددة المهام والجديدة المتميزة بقدرات على تأدية مهام متعددة في معرض دبي للطيران 2017. وتمتلك كاليدوس حقوق الملكية الخاصة بالطائرة 100%، إذ حظيت طائرة كاليدوس ب250 باهتمام عالمي واسع من الوفود المشاركة في المعرض، بعد أن خطفت أبصار الجميع بعروضها المتميزة التي أظهرت قدرات فائقة في تأدية المهام. B-250 طائرة مقاتلة متعددة المهام تتميز بقدرتها على تأدية مهام عدة مثل مهمة الإسناد الجوي القريب ومهام الاستطلاع ومهام التدريب الأساسي والتدريب المتقدم. تتميز الطيارة بعدة مميزات، من أهمها أنها تطوير شركة كاليدوس الإماراتية، وكذلك هي طائرة مزودة بأحدث أنظمة الطيران مما يعطي الطيار قدرة قتالية عالية، وهي كذلك مصممة بالكامل بتقنية الكربون فايبر لتكون أول طائرة في هذه الفئة مصممة بتقنية الكربون فايبر، مما يعطيها وزنا أخف وأداء أعلى ليجعلها مهيئة لظروف الحرب الحديثة وظروف الحرب غير المتكافئة. هذه الطائرة كما ذكرت بدأت في كفكرة سنة 2015، واليوم في 2017 هذه الطائرة مشاركة في العرض الجوي في مجال الطيران. هذا يعتبر إنجاز استثنائي وإنجاز غير مسبوق أن يبدأ برنامج من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الطيران خلال سنتين، ولذلك نحن أيضا حريصون ومصرون على أن تكون هذه الطائرة في مراحل التصنيع قريبا جدا. حين بدأنا في العمل على هذه الطائرة سنة 2015، من اليوم الأول أخذنا في الاعتبار المتطلبات الحديثة للحرب غير المتكافئة والحرب على الإرهاب، ولذلك نحن نملأ فراغا موجود في عالم الصناعة وفي عالم التسليح غير لم يسبق أحد إلى ملئه، ولذلك فنحن متفائلون جدا بمستقبل هذه الطائرة وكذلك بمستقبل الصناعة الإماراتية. وتعد شركة ستراتا للتصنيع المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار مبادلة، واحدة من كبريات الشركات المحلية لإنتاج أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، وتعد جزءاً من قطاع صناعة الطيران والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. شركة ستراتا تصنع لإيرباص على طائرة الإيرباص A350، A330، وأيضا أكبر طائرة تجارية في العالم اللي هي A380، وأيضا لشركة بوينغ على 777 و787، بالإضافة إلى ذلك مصنع لشركة ليوناردو في الميكانيكا على طائرة ATR42 و72. طائرة الإمارات اللي استلموها وحاطين عليها شعار عام زايد الخير، نحن صنعنا أجزاء لهذه الطائرة. منذ تأسيس المصنع تم تصنيع أكثر من 34,000 قطعة. اليوم ولله الحمد شعار صنع بفخر في الإمارات يحلق عاليا في السماء. هناك أكثر من 2000 طائرة تجوب أجواء العالم بمنتجات صنعت هنا في دولة الإمارات. نفكر وندرس بشكل جدي الدخول إلى عالم تصنيع أجزاء محركات الطائرات. كما أيضا تم الإعلان يوم الأحد بداية المعرض عن نيتنا في تأسيس شركة جديدة لتصنيع مواد التقوية التحضيرية أو ما تعرف بالكربون فايبر، وهي مواد أولية تدخل في صناعة أجزاء هياكل الطائرات. وللسنة الثانية على التوالي يشارك قطاع الفضاء بالمعرض في دورته الحالية بإضافة فعاليات متنوعة، وذلك لتشجيع جيل الشباب في دولة الإمارات للانضمام إلى صناعة الطيران والفضاء. الدولة اليوم لديها أكبر قطاع فضائي في منطقة الشرق الأوسط، لديها أول وكالة فضاء عربية، لديها أول مركبة علمية لاستكشاف المريخ، يعني مركبة عربية إسلامية،
ولدينا اليوم يعني تقريبا قطاع فضائي تم الاستثمار فيه بما يتجاوز 22 مليار درهم خلال الفترة العقدين الماضيين. وكذلك أيضا ندعم يعني هذا المعارض الوطنية بهذا الحضور، ونحاول أن ندمج الفضاء مع الطيران، لأن تقريبا قطاع الطيران هو أقرب إلى قطاع الفضاء. كذلك أيضا مركز محمد بن راشد الفضاء يشارك في هذا المعرض بقوة، ويعرض النموذج الأول لمسبار الأمل، هذا المسبار الإماراتي الذي سوف يذهب إلى المريخ. فهذا المسبار يستحق الزيارة ويستحق المشاهدة، وكذلك نفتخر بأن هذا المسبار سيصمم وصنع بأيادي إماراتية ويمثل طموحات الدولة ومنطقتنا العربية. كبريات شركة الطائرات العالمية وصنع في الإمارات، امتلاك كفاءات بشرية، هذا ما تميز به معرض دبي للطيران 2017 في يومه الرابع من براعة تنظيمية ليتجه نحو تحقيق النجاح.